بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الثانية في هندسة تقنية الحاسبات، محاضرتنا اليوم هي المحاضرة الرابعة، اللي الحقيقة راح تتركز فيها مجموعة من الأمثلة على مفهوم التايلر أو الماكلورين سيريس. فإذا هي محاضرتنا كلها أمثلة. فمثلا find the Maclaurin series of f of x يساوي e to the x. احنا معناها الاي مالتنا تساوي صفر، f of x e to the x معناها f of 0 واحد، لان عوض عن الاكس بصفر، f prime e to the x. اذا e to the x مهما نشتقها تبقى نفس الدالة، وبالتعويض بصفر فتطلع الدالة ايضا قيمتها واحد. إذن الـ e to the x حسب التعريف هو f of 0 زائد f prime of 0 مضروب في x حسب القانون تستمر. فإذا 1 زائد x زائد x كوير على 2 فاكتوريال زائد x تكعيب على 3 فاكتوريال زائد x أس n على n فاكتوريال تستمر. إذن لو أردنا e to the minus x، شيل كل x يحط مكانها minus x، راح يصير 1 مكان x minus x حسب minus x، زائدا كل x بماينس x، الماينس x من تربح ترجع x كوير على 2. فإذا الحدود الفردية تكون يعني الأس الباورز مال x إن تكون فردية راح تصير الإشارة سالبة، فيصير 1 ماينس x زائد x تربيع 2 فاكتوريال ماينس x تكعيب، وهكذا. The Maclaurin series of f of x يساوي sin x. هذه هنا الدالة مالتنا هي ساين اكس. اذا بمعنى انه انت شوف النشر او اكسبانشن مع الدالة اف اوف اكس او ساين اكس بماكلورين. نجي اف اوف اكس ساين اكس، اف اوف زيرو ساين زيرو زيرو، اف برايم اوف اكس كوساين اكس، اف برايم اوف زيرو واحد، وهكذا تستمر في الاشتقاق 0 1 0 minus 1 0 وهكذا. فش تلاحظ 1 minus 1 1 minus 1 الزيروات الغيها. اذا شن حصل f of x يساوي sin x. الحد الاول قلنا 0، الحد الثاني لو تلاحظونه قيمته ايش كثر؟ 1. اذا x مضروب في او ما minus x تربيع 0 فيصير ماينس x تكعيب على 3 فاكتوريال زائد x اس 5 على 5 فاكتوريال ماينس x اس 7 على 7 فاكتوريال. اذا الحد النوني مال هذه اللي هو سميشن هذه ساين x حتصير قانون بعد هذا ماينس 1 اس n x اس 2 n زائد 1 على 2 n زائد 1 فاكتوريال. هاي 2 n زائد 1 تكون فرديه دائما، تكون فرديه دائما مهما كانت الان، والناقص واحد اس ان. جرب عوض عن الان مره بصفر بعدين بواحد مره اثنين بثلاثه راح تضع لك نفس المتسلسله اللي في السطر اللي فوق. اف اوف اكس يساوي لنا كوساين اكس نفس الاسلوب، راح يصير شوفوا لاحظوا الساين، الساين اكس ماينس اكس تكعيب على ثلاثه فاكتوريال زائد كذا. هنا الكوساين راح يصير واحد ماينس x تربيع على 2 فاكتوريال زائد x اس 4 على 4 فاكتوريال ماينس x اس 6 على 6 فاكتوريال، وبالتالي قيمة الحد الانث ترم او الحد النوني ماينس 1 اس n x اس 2 n على 2 n فاكتوريال. هذا هنا اللي يخلينا بعدين نقول انه ترى ساين x هي دالة فردية لان اسس باور مالتها كلها فردية، بينما الكوساين دالة زوجية، هي ان الباور مال اكس تكون زوجية. To find as an example the Maclaurin series of x cosine x، نريد مثلا x cosine x. احنا cosine x نعرفها ناقص واحد اس ان اكس اس اثنين على اثنين فاكتوريال. x cosine x تضرب الاكس في المجموع،
فراح يصير لان السيميشن قاعد يشتغل على الان مو على الاكس، فبامكانك تدخله فراح يصير ناقص واحد اس ان اكس اس 2 ان في اكس، راح يصير اكس 2 ان زائد 1 على 2 ان فاكتوريال. الان راح نسوي في الجدول لبعض الدوال المهمه واللي يكثر استعمالها. فنقول we collect in the following table some important Maclaurin series. احنا مسويها ال e to the x 1 زائد x زائد x تربيع على 2 وهكذا، sin x سويناها والكوساين x، tan inverse x اوكي tan inverse x هذه، وبعد اكو لين x زائد 1 احنا سويناها لين x ناقص 1 وهكذا. اكزامبل باستعمال الماكلورين او التايلر سيريز يقول لك evaluate e to the minus x square d x square b limit e to the x minus 1 minus x على x square. لاحظ احنا شنو عندنا؟ احنا عندنا e to the minus x square، هذا التكامل e to the minus x square dx ما يتكامل لو مهما حاولنا الا بطرق خاصه. نجي الى اي تو ذا اكس حسب التعريف اللي شفناه، 1 زائد اكس زائد اكس تربيع على 2 فاكتوريال وهكذا. ضع بدل كل اكس ماينس اكس سكوير، اذا اي تو ذا ماينس اكس سكوير شو يساوي؟ 1 ماينس اكس سكوير زائد كل اكس قلنا نحط بمكانه ماينس اكس سكوير، فراح يصير زائد اكس اس 4 على 2 فاكتوريال ماينس اكس 6 على 3 فاكتوريال تستمر. اذا نستطيع القول انه اي تو ذا اكس ماينس اكس سكوير هي ماينس 1 اس ان اكس اس 2 ان على ان فاكتوريال. اذا تكامل اي تو ذا ماينس اكس سكوير دي اكس راح يصير تكامل مال كل حد من حدود هاي المتسلسله. يعني شنو؟ يعني بالضبط راح تكامل، شوف لاحظ انتبه على الماوس، كامل هذا كامل هذا تكامل هذا وتكامل هذا وتستمر بعدين. فاذا تكامل 1 ماينس اكس سكوير زائد كذا كذا دي اكس، لاحظوا تكامل الحد الاول، تكامل دي اكس هو اكس، تكامل الاكس تربيع دي اكس هو اكس تكعيب على 3، تكامل الاكس اس 4 على 2 فاكتوريال راح يصير اكس اس 5 على 5 في 2 فاكتوريال وهكذا اكس اس، تكامل اكس اس 6 راح يصير اكس اس 7 على 7 في 3 فاكتوريال وتستمر كلها بعدين زائدا ثابت تكامل سي. فرع بي انا اعطيكم اياه هوم ورك، اوجد الليمت نفس الشيء نفس الشيء، تعوض عن كل اي تو ذا اكس ما يساويها كمتسلسله. نرجع للسؤال شويه نعطيكم في التمهيد عنه، لاحظوا هذه عوض عن الاي تو ذا اكس بما يساويها ماينس 1 ماينس اكس على x سكوير. من نطلع هذه راح تبسط، هذا البسط يطلع لك مبسط، قسم كل حد من هالحدود على x سكوير تاخذ الليمت، شوف ايش تطلع لك. واذا تريدون تحققون من هذا الكلام، طبعا متعوضون هسه عن الاكس بصفر راح يطلع عندك كميه صفر على صفر وبالتالي الليمت غير موجوده. فاحنا شو نسوي؟ نشتق البسط ونشتق المقام حسب قاعده هوبيتال، نشتق البسط ونشتق المقام. من نشتق البسط ونشتق المقام ايضا راح تشوف المشتقة تطلع صفر. نشتق مرة ثانية البسط وحده ونشتق المقام بوحده وناخذ الليمت، وفي هذا الحال اتوقع تطلع الليمت قيمتها تساوينا يمكن تساوينا نصف. واحد جرب واحد يمكن تجربون بالامكان تجربون وتشوفون. نوع خاص من المتسلسلات نسميها المتسلسلات او المتتاليات الهندسيه اللي سبق وان درستوها في مراحل الاعداديه او المتوسطه ما اتذكر، بس تكون صيغتها على الشكل التالي: f of x تساوي a زائد ar زائد ar سكوير زائد ar تكعيب وهكذا. هذه اذا كانت المتسلسله غير منتهيه، يعني ما تنتهي عند حد معين، فهذه المتسلسلة يكون لها مجموع عندما تكون
قيمة الـ R محصورة بين الواحد والسالب واحد. وفي هذه الحالة f of x للمتسلسلة الهندسية الغير المنتهية عندما يكون الـ R مالها محصور بين السالب واحد والواحد يكون مجموعها A على واحد ماينس R. هاي عندما تكون المتسلسلة غير منتهية. عندما تكون المتسلسلة منتهية يعني تنتهي حد معين 10 حدود 15 حد 5 حدود A زائد AR زائد AR سكوير زائد AR أس N ناقص واحد، هاي N من الحدود مجموعها يكون f of x يساوي لي هذه a minus ar n على واحد ناقص r. example، لحظة بس، هاي امثلة، واحد زائد نص زائد نص تربيع زائد النص اس n وهكذا، يعني هسه ال r مالتي قيمتها نص والاي قيمتها واحد، اذن ال f of x واحد على واحد ناقص r، واحد على واحد ناقص نص ويساوي مجموعها يساوي 2. مثال اخر، f of x 1 ناقص نص زائد ناقص نص تربيع زائد ناقص نص تكعيب وهكذا، هسه ال r مالتي قيمتها هنا مبينه قيمتها ناقص نص، اذا المجموع مالتها 1 على 1 ناقص r، بس ال r ناقص نص راح يصير 1 على 1 زائد نص فيصير مجموعها 2 على 3. هذا مثال ثالث على متسلسلة أو متتالية بس تكون محدودة. لو تلاحظون f of x يساوي 3 زائد 3 في 2 زائد 3 في 2 تربيع زائد 3 في 2 تكعيب زائد 3 في 2 أس 4. لاحظوا إيش كم حد تحتوي هذه المتسلسلة، إيش كم حد تحتوي هذه المتسلسلة. لاحظوا هذا 1، هاي 2، هاي 3، هذه 4، هذه 5. إذن N مالتي هي 5، شفناها شو يصير الحد الأول 3، الثاني 6، الثالث 12، الرابع 24، وراها 48. لاحظوا لو تقسم كل حد على الحد اللي قبله نفس النسبة، يعني 48 تقسيم 42 يساوي 2، 48 تقسيم 24 2، 24 تقسيم 12 أيضا 2، 12 تقسيم 6 أيضا 2. فإذا خلينا نشوف الحد المجموع مالتها A minus AR أس N، الـ A 3 minus A الـ R 2 أس N الـ N 5، يعني 3 ناقص 3 في 2 أس 5 على 1 ناقصا R. لاحظ تبسيط بسيط، طلع الثلاث عامل مشترك، فراح يصير 1 ناقص 2 اس 5 32 على 1 ناقص 2 ناقص 1، 1 ناقص 2 سالب 31 على سالب 1 يعني يصير 31 مضروب في 3 راح يطلع لنا المجموع مالته 93. جرب بإيجاد المجموع خطيا او يدويا نقول يطلع لك نفس الشيء، المجموع يساوي 93. هنا لو أراد أنه find the first four terms of the Taylor series of f of x and ln x at a يساوي واحد، بمعنى أنه تسوي expansion للدالة ln x، بس مو كل ln x وإنما the first four terms، إذا أكو حدود تطلع قيمها صفر ما تنحسب، فقط الحدود الغير الصفرية. لاحظوا f of x ln x f of 1 يعني ln 1 0، اذا هذا ما ينحسب. f prime of x 1 على x f prime of 1 يساوي 1 على 1 يساوي 1، اذا هذا الحد الاول. f double prime of x minus 1 على x square f double prime of الواحد راح يصير minus 1. اوكي f تكعيب او f المشتقة الثالثة f cube of x مشتقة الماينس واحد على x تربيع يساوي 2 على x تكعيب، إذا المشتقة الثالثة بالواحد يساوي 2. f 4 of x ماينس 6 على x اس 4، إذا f 4 of الواحد يساوي ماينس 6، إذا ln x يساوي لي ln 1
زائد واحد في x ناقص واحد زائد ناقص واحد في x ناقص واحد سكوير على اثنين لين تايلر سيريز، وهكذا زائد ناقص ستة في x ناقص واحد أس أربعة على أربعة. الحدود الصفرية شلناها، الحدود الصفرية شلناها ما عدا الحد الأول، أنا المفروض نشيله أيضا. فش يصير؟ x ناقص واحد زائد x ناقص واحد تربيع على اثنين زائد x ناقص واحد تكعيب على ثلاثة، وهكذا زائد x ناقص x ناقص واحد أس أربعة على أربعة. هذه تكون اللين اكس ادما تايلر سيريز. نرجع القانون تايلر نفسه ونعوض عن الاي بواحد. Find the first three term of the ماكلورين سيريز of، اوجد اول ثلاث حدود لمتسلسلة ماكلورين المن الدالة ساين سكوير اكس، مو ساين اكس وانما ساين سكوير اكس، وب اكس اي تو ذا ماينس اكس. هنشوف الله ساين سكوير اكس، ساين سكوير اكس دالة مالتي اف اوف زيرو ساين سكوير زيرو يساوي زيرو. نجي الى اف برايم اوف اكس مشتقة الساين سكوير اثنين ساين اكس في مشتقة الساين كوساين اكس، اذا راح يصير اف برايم اوف زيرو يساوي زيرو. هنا سوينا فت استغنينا فت حيلة، إذا أرجع أشتق مرة ثانية اثنين ساين إكس كوساين إكس معناها صير حاصل ضرب دالتين، وبالتالي أول في مشتقة الثاني والثاني في مشتقة الأول، قد أتعرض إلى أخطاء حسابية. فأنا لاحظت أنه اثنين ساين إكس كوساين إكس هي نفس ساين تو إكس نفسها، فأجي أشتغل على ساين تو إكس. إذن F دبل برايم أوف الإكس راح يساوي لي كوساين 2x مضروب في مشتقة الزاوية 2 في 2 كوساين 2x، إذن f double prime of 0 يساوي 2. مشتقة الثالثة مشتقة 2 كوساين 2x مشتقة لكوساين 2x minus sin 2x في 2 وهنا عندك 2 فراح يصير minus 4 sin 2x، إذن المشتقة الثالثة بالزيرو يساوي 0. المشتقة الرابعة مشتقة ماينس 4 ساين 2x هي ماينس 8 كوساين 2x، إذن المشتقة الرابعة بالصفر راح يصير ماينس 8. المشتقة الخامسة للهذي ماينس 8 كوساين 2x فراح يصير 16 ساين 2x، والمشتقة الخامسة بالصفر يساوي لي صفر. المشتقة السادسة هذه المشتقة السادسة يساوي 32 كوساين 2x، إذن المشتقة السادسة بالصفر تساوي لي 32، وهكذا ظهر نستمر. بس هو شو يقول؟ يقول أنا أريد أول ثلاث حدود أو تمام. فإذا لاحظوا هسه الحد الأول ما نأخذه لأنه F أو زيرو يطلع لي زيرو، زين؟ فأختار الحدود المجمع اللي هي ليست صفرية، فراح شو يصير؟ أو طبعا زيرو زائد زيرو ما لي شغل بها أنا هذه، فراح يصير X سكوير على 2 فاكتوريال مضروب في 2، هذا قيمة ال f prime of 0 زائد هذه x اس 4 على 4 ماينس 8 زائد 0 زائد x 6 و 6 على 6 فاكتوريال مضروب في 32. نستمر، هذه مجرد تعبير عن الماكلورين سيريز قانون مالت رأسا. فايش يصير هنا عندك بالنتيجة؟ النتيجة تطلع لك اول تتحدو هي x سكوير ماينس x اس 4 على 3 زائد 2 اكس 6 على 45. طيب رقم 2 اف اوف اكس يساوي لاكس اي تو ذا ماينس اكس. اي تو ذا ماينس اكس شنو هي؟ 1 ماينس اكس زائد اكس تربيع على 2 فاكتوريال. اذا اكس اي تو ذا ماينس اكس هي اكس، اضرب الاكس في كل واحد، اكس في واحد اكس، اكس في ماينس اكس ماينس اكس سكوير، اكس في اكس سكوير راح يصير اكس تكعيب على 2 فاكتوريال، هذا بدون تعويضات او بدون اي شيء. اوكي، هذا مجموعه امثله على التايلر والماكلورين سيريز.
تحياتنا.